جمعية بوصلة على العمل القيم اللي قاعدوا يخدموا فيه في نطاق الديمقراطية التشاركية وفي نطاق الحوكمة وكل ما يكون يساهم وخليه يساهم في العمل البلدي. ودائما زيد نعاود الشكر لجمعية سليم اللي انا وارد فيها و جمعية سليم اللي كانت هي السباقة في صيادة وخدام الزومب الأول اللي هو كان ريفيرونس اللي استندنا عليه في كل ليزاكتيفيتي اللي نعملوا فيها. جمعية نشكرهم كلهم على الأعمال اللي قاموا بها كله وعلى مشاركتهم اليوم في تقديم الجانب القانوني فيما يخص الديمقراطية التشاركية ودور المواطن في العمل هذا. توا باش نعمل على الانتقاد تاع هذا هو في مدينة فلسطين. اليوم باش نعمل الانتقاد نتاعها تاع البوابة مدينة فلسطين. اللي هي كما قالت السي بشير قال اللي هي المرحلة الأولى في نطاق الديمقراطية التشاركية. المرحلة الأولى اللي هي تنص على أنه المؤسسات والبلدية تعرف المواطن بالمحاضر وكل ما ينجم يهم المواطن ومن هي باش يولي يشارك هو ويوقف ويعطي ملاحظاته في العمل البلدي. البوابة هذه قمنا بإعدادها كجمعية الثقافة الرقمية طبعا التعاون مع شريكنا السيكولار اللي وفر لنا ليبرجمون في هذا الدومين وجمعية الشباب القيادي اللي ساهموا معنا في إعداد اليوم هذايا وفي تقديم وفي الشروع في العمل هذا وبالطبيعة مع بلدية المنستير اللي أول ما اتصلنا بسعدية وطرحنا له ليدي هذه هو كان هو أول من الداعمين والمهين وعطانا كارت بلونش ديريكت احنا دخلنا للبلدية وأي معلومة ناخذوها ونشاركوا فيها وننشرها في الموقع بتاعنا. هذه مرحلة أولى. أما توا اليوم باش نعمل على حاجة فرحتني بها. فما جمعية من بلدية خليط قنش اتصل بيا توا وقال لي هو يحب يعاودوا يعملوا اللي صار توا اللي بدات بلدية صيادة واللي مشاكش من بلدية مستير يحبوا هما زادة استدعاونا وقالوا لنا نحبوا نعملوا اجتماع في بلدية زاوية قنش ونعملوا فرحة اللي عملناها اليوم. نسمى هذه حاجة باهية وماذا بينا هذايا نشوفها في تونس الكل شوي شوي يولي الجمعيات تاع المجتمع المدني تاخذ انيسياتيف وهي تبادر وهي تلوث خاطر هما أدرى بالحكم المحلية أدرى بالبلدات تاعهم وهما باش يقدموا لكن هما ما خداش انيسياتيف حتى حد باش يعاونهم وحتى حد باش يمشي بالتالي مشكوهم هذوما اللي توا ما عندهاش نص ساعة اتصل بيا وقال ماذا بينا نعاودوهم ونقدموا في هذا الكيان اليوم. ولا بين نسمع هذا في بلديات الاخرين كما الموجين تاع جمعية بوسطة اللي هو في تونس الكل سمع مؤخرا اللي هما صحوا مع اورانج على اساس باش يولي فما تابلات فما تابلات في كل ابليكاسيون موبايل فما تابلات وهي حاجه باهيه نزيدوا نسمعوا فيهم وفما زاد راهو الجمعيات قاعده تتنافس ما بين الرجلين في الديمقراطية وفي نشر الرسالة تاع المواطن مثلا على السيت ويب هذايا هو انجينيور انفورماتيك سيما واي هو اللي عاونت في الكونسيبسيون والديزاين تاعو عندنا زاد ابليكاسيون موبايل اخرى يخدم فيها خونا زياد هو انجينيور من بلدية المنستير عندها منطق اخر على اساس اللي هي تراقب المشاكل الموجوده في البلدية كي يسموها مكسره ويحاول ينشرها في الموقع تنشر في الموقع تاعنا منها الطريقه اللي انت المواطن يولي ساهم حتى يولي اي واحد يمشي في الشارع يجرب الصباح مع التاكسيس قلت له عندنا باش نمشيو للبلديه وعندنا واحد تبدا انت ملاحظاتك تاع قياس مكسر تدور تدور تكتب هو سمع قياس مكسر ونجم نحكي عليه فرح قال اوكي فين نمشي؟ هذا شنو يدل؟ يدل اللي انسان عادي المواطن يحب يساهم يحب يشارك المجتمع المدني الدور تاعنا احنا هو نوفر الاليات باكثر ما اقل ونعرف السكه والماكينه باش تمشي وحدها احنا الخطوه الاولى اللي عملناها اللي هي بالموقع هذا اللي هو الساهم
كما قال سي نزار بكري اللي باش تعمل سيت ويب توا متأسس الحكاية، باش تعمل أبليكاسيون متأسس الحكاية، تقعد من بعدين يلزم الكونتينيتي ويلزم تكمل، كما قلنا قبل هذه هي المرحلة الأولى اللي هي نشر المعلومات، مازالت من بعدين في الديمقراطية التشاركية يلزم المجتمع البلدي، يلزم الجمعيات تشارك. احنا توا اقترحنا برنامج مع سعدية على أساس اللي بعد ما عملنا هذه البوابة تاع المنستير اللي فيها المعلومات، باش نحاولوا نعملوا لقاءات مع الجمعيات الموجودة في المنستير ونطلبوا منهم هما يعملوا كيما الوركشوب، كيما الوركشوب يقدموا هما مقترحات، على خاطر يلزم هما زادا يكونوا فاعلين في العمل، ما يبداوش كيما قالوا بكري معناها يخزر يشطب الكاس الفارغ يقول لك فما مشكل. يجيب مقترح من عندهم هما يقدموا الحلول، يقدموا شنو ينجموا يزيدوا، وهيك باش نضمنوا للمواطن يكون فاعل، ما عادش كيما قبل القرارات تتخذ في خلف ابواب مغلقه ولا تسمع بها كان من بعد ما تعرفش كيفاش راح تجي. توا يا اما المواطن يجب يكون هو الشاهد وهو اللي يصنع القرار، والا باش يقعد ديما ما ينجم يحاسب حتى حاجه، على خاطر توا بالتطور القانوني والقوانين الجديده اللي موجوده ما فما حتى حاجه تمنعه باش يكون هو الفاعل وهو بالرسمي صاحب، هو صاحب القرار وصاحب المبدا، وهذا هو شنو نحبوا نشوفوه في تونس الكل. ونحب زاد المثال تاع صياد اللي هو المثال الاولاني اللي عرضه نذكروه، يتنشر في تونس ويتنشر في بلايص اخرى، نعرف اللي مثلا فما بلديه في بلاروس يحبوا ياخذوا ليكزومبل زاد في تونس بداوا يخدموا الاكتيفيتي هذه ويحبوا يلانسيو، كي نسمعوا كيما هيك الناس الكل تفهم، ماذا فينا اللي يتلانسوا ونسمعوا في كل بلديه في كل حومه في كل مره في كل لوكال صغير فما عباد تخمم في تخمم اوبجيكتيفمون، تخمم شنو تحب تعمل تزيد، شنو تعمل اضافه للوكال تاعك معناها البلديه المعتمديه في اي مكان. وسائل راهو اذا كان انت باش تقعد تتعامل على الناس الاخرين باش ياخذوا القرار في عمرك، عمرك تنجم تتقدم، وهذا هو اللي نحبوا نطرحوا له الكل. وشكرا. شكرا.